إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين عباد الله، لقد حذرنا سبحانه وتعالى من الاغترار بهذه الدنيا الفانية، وأمرنا سبحانه وتعالى بالتزود من أعمال الخير، ومنها الإنفاق في سبيل الله عز وجل. فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا، نداء من الله للمؤمنين، يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. كثير من الناس ألهتهم الدنيا والأموال والأولاد عن ذكر الله، فما حكمهم؟ قال سبحانه: ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. ثم قال جل ذكره: وأنفقوا مما رزقناكم. المال ليس مالك، المال هو مال الله عز وجل الذي وهبك إياه. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: رب لولا أخرتني إلى أجل قريب. لماذا؟ فأصدق وأكن من الصالحين. يتمنى الرجوع والعودة إلى الدنيا من أجل أن يتصدق، من أجل أن ينفق الأموال. قال الله: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين. اليوم الناس يتحاسدون على ماذا؟ يتحاسدون على الدرهم والدينار التي
تؤخذ من غير وجهها. قال صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين. الغبطة المحمودة لا تكون إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا، رجل أعطاه الله المال فسلطه على هلكته في الحق. اسمع يا عبد الله، رجل آتاه الله مالا، عنده مال، رزقه الله بمال وهذه نعمة، فهذا الرجل سلطه على هلكته في الحق، أي أنفقه في وجوه الخير. ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. قال سبحانه: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. فهو يخلفه سبحانه وتعالى، وعدنا بالخلف. إذا أنت أعطيت المال فالله عز وجل وعدك بأن يخلف عليك هذا المال بخير. جاء عند البخاري من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: يا رسول الله، ما منا أحد إلا ماله أحب إليه. قال: فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر. الذي ينفق في سبيل الله هو يقرض الغني سبحانه وتعالى. الذي يقول: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. أنت فقير، فقير إلى ربك سبحانه وتعالى، وهو غني عنا، ومع ذلك يطلب منا أن ننفق وأن نقرضه، لأن الإنفاق قرض لله عز وجل. وما دام أنك مؤمن بالخلف فإنك لن تبخل أبدا. قال سبحانه: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، قرض حسنا، فيضاعفه له أضعافا كثيرة. لا إله إلا الله. جاء نعم عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة. اتق النار يا عبد الله ولو بنصف تمرة، ولو بشق تمرة. وجاء عن جابر رضي الله عنه قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا أبدا، لا يقول لا عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال الشاعر: هو البحر من أي النواحي أتيته، فلجته المعروف والجود ساحله، فلو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها فليتق الله سائله. ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لا ونعم. قال سبحانه وتعالى، وهو يبين لنا أن الذي ينفق المال في سبيل الله فإن الله عز وجل يبارك له في المال ويعوضه ويضاعف له أضعافا كثيرة. لكن الناس اليوم ما عندهم إيمان بذلك، ولهذا تجد البخل العجيب. قال سبحانه: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل. هذا كلام الله. في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وملكان ينزلان. كل يوم تصبح ملكان ينزلان. تخيل ماذا يقولان هذين الملكين:
ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا اللهم أعطي منفقا خلفا الذي ينفق فالملائكة تدعو الله له بأن يخلف عليه ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا خلفا يدعون للذي ينفق بالخير والعار والخلف ويدعون على من يمسك المال ولا ينفقه بالتلف والعياذ بالله لأن البخل أهلك من كان قبلنا البخل والشح أهلك من كان قبلنا جاء في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام يا ابن آدم أنفق أنفق عليك يا ابن آدم أنفق أنفق عليك جاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير قال تطعم الطعام وتقرئ السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف تطعم الطعام إذا أردت الجنة عليك بإطعام الطعام عليك بالنفقة عليك بالصدقة يا عبد الله لأنها تطفئ الخطيئة لأنها تطفئ الذنب كما يطفئ الماء خبا الحديد جاء أيضا عن أنس رضي الله عنه قال ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئا إلا أعطاه ولقد جاءه رجل فأعطاه غنما بين جبلين تخيل إلى حجم هذه العطية وإلى حجم هذه الهبة وإلى هذا الكرم في نبيك محمد صلى الله عليه وسلم رجل يسأله فيعطيه ماذا؟ غنم بين جبلين غنم بين جبلين فرجع الرجل إلى قومه فقال يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر جاء أيضا عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال بينما أنا أسير مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم راجعين من حنين فعلقه ماذا يا عباد الله الأعراب يسألونه حتى اضطروه إلى سمرة شجرة من الأشجار فخطفت رداءه فوقف النبي صلى الله عليه وسلم وقال اعطوني ردائي فلو كان لي عدد هذه العظات نعما لقسمته بينكم ثم لا تجدوني بخيلا ولا جبانا ولا كذابا النبي صلى الله عليه وسلم يحب الإنفاق يحب أن يعطي يحب أن ينفق يحب أن يتصدق عليه الصلاة والسلام قال سبحانه وتعالى ويطعمون الطعام اسمع إلى هذا الوصف الرباني ويطعمون الطعام على حبه مسكينا مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا نعم يا عباد الله ما أحوجنا إلى الإنفاق ما أحوجنا إلى الصدقات قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه من يتصدق بعدل تمرة أي بقيمتها من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى يكون مثل الجبل اسمع يا عبد الله تمرة تنفقها وتصدق بها في سبيل الله عز وجل خالصا لله سبحانه وتعالى من مال طيب من كسب طيب فإن الله يتقبلها بيمينه ويربيها لك كما يربي أحدكم فلوه حتى تأتي يوم القيامة وهي كالجبل الله أكبر
كان نبيكم صلى الله عليه وسلم كريما سخيا سخيا عليه الصلاة والسلام. ولهذا جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني مجهود. الرجل مجهود، أصابه التعب، أصابه العناء، رجل جائع. فقال يا رسول الله إني مجهود. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بعض نسائه فقالت والذي بعثك بالحق ما عندنا إلا ماء. تخيل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لا يوجد بداخلها إلا الماء، ولكنه كريم النفس، إذا عنده شيء ما يقول لا أبدا عليه الصلاة والسلام، وإنما يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. قالت والذي بعثك بالحق ما عندنا إلا ماء. ثم أرسل إلى أخرى إلى زوجته الثانية فقالت له مثل ذلك، حتى قلنا كلهن مثل ذلك، لا والذي بعثك بالحق ما عندي إلا الماء. فقال عليه الصلاة والسلام من يضيف هذا الليلة؟ فقال رجل من الأنصار أنا يا رسول الله. فانطلق به الرجل إلى رحله فقال لامرأته أكرمي ضيف الرسول عليه الصلاة والسلام. وفي رواية قال لامرأته هل عندك شيء؟ فقالت لا إلا قوت صبيان، ليس في البيت شيء من الأكل إلا قوت الصبية، قوت الأولاد. فقال لها علليهم بشيء علليهم بشيء، وإذا أرادوا العشاء فنوميهم. يريد أن يكرم ضيف الرسول عليه الصلاة والسلام، فإذا دخل ضيفنا، يقول لها هذا الرجل، إذا دخل ضيفنا فأطفئ السراج وأريه أن نأكل، أري الضيف أن نأكل معه. فقعدوا وأكل الضيف فباتا طاويين، باتا وناما وهما جائعين من أجل أن يشبع ضيف الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما أصبح غدا على الرسول صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال عليه الصلاة والسلام لقد عجب الله من صنيعكم الليلة. الله أكبر يا عباد الله. نسأل الله سبحانه أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يغفر لنا وإياكم ذنوبنا إنه على من شرق. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، ما أجمل أن يعود الإنسان نفسه على أن يكون كريما سخيا، ينفق في سبيل الله عز وجل، ينفق، لأنك إن أنفقت المال عوضك الله سبحانه وتعالى، وإذا بخلت زادك الله تلفا. اللهم أعطي ممسكا تلفا، اللهم أعطي منفقا خلفا. إن أنت أنفقت المال أنفق الله عليك وبارك لك في المال والأهل والجسم والولد، وإن أنت بخلت بالمال وكدست الأموال فإن الله عز وجل قد وعدك بالتلف. قال الله ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هم المفلحون يا عباد الله. إن أردنا الفلاح والنجاح والعوض من الله عز وجل فعلينا أن نبتعد عن الشح وعن البخل، وأن نتعود الكرم والإنفاق، وخصوصا أن تنفق هذا المال على من يستحقه، وأن تعطيه في وجوه الخير للمساكين والضعفة والأرامل والأيتام
ولكل فقير متعفف وأن تنفقه على طلبة العلم وعلى الدعاة إلى الله عز وجل. المال إذا أنفقته يا عباد الله فإن لك أجر عظيم. قال عليه الصلاة والسلام: من جهز غازيا فقد غزا. الله أكبر يا عباد الله. ولهذا قال سبحانه وتعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. قال عليه الصلاة والسلام من حديث أبي موسى في الصحيحين: إن الأشعريين، من هم الأشعريين يا عباد الله؟ هم أهل اليمن، وهذا وصف طيب عليهم. إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة ماذا يفعلون؟ جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد، جمعوا الأكل كله في ثوب واحد، ثم اقتسموه بينهم في إناء بالسوية، فهم مني وأنا منهم، فهم مني وأنا منهم. لماذا يا عباد الله؟ لأنهم يطعمون الطعام، لأنهم ينفقون المال. ما أحوجنا إلى أن نتكاتف، إلى أن نتعاطف، إلى أن نتراحم، علام البغضاء وعلام الشحناء وعلام الحسد. امتلأت القلوب اليوم بالغل وبالبغضاء وبالشحناء وبالكبر وبالطمع وبالجشع وبالهلع وبالاندفاع والانكذاب على هذه الدنيا القليلة الفانية، وبخلنا بخلا شديدا حتى ضاعت البركة وقلت الخيرات يا عباد الله. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ينبغي أن نكون كالجحد الواحد، كالبنان أو كالبنيان يشد بعضه بعضا، أن نكون إخوة. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. أين نحن من هذه النصوص الصريحة؟ أين نحن من كلام ربنا وهدي نبينا عليه الصلاة والسلام؟ كم نسمع من الآيات وكم نسمع من الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أين العمل وأين التطبيق؟ لأن هذا الكلام يا عباد الله سيكون يوم القيامة حجة لنا أو علينا، سيشهد لنا هذه، ستشهد لنا هذه اللحظات وهذه الأوقات، وإما تشهد علينا يوم أن نلقى الله. سيقول الله لك: علمت، فماذا عملت؟ فماذا عملت؟ من هو الذي إذا سمع قال الله وقال رسول الله يطبق ويعمل وينفذ؟ يكفينا أن نسمع هكذا فقط: فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. نعم يا عباد الله، جاء عن أبي سعيد قال صلى الله عليه وسلم: من كان له مال، من كان له فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم صنوفا من المال، صنوفا من المال. إن كان عندك ما يكفيك فعليك أن تنفق على جارك وعلى أرحامك وعلى الفقراء وعلى المساكين، عليك أن تؤتي هذا المال الذي آتاكه الله عز وجل. المال ليس مالك، المال مال الله، لأن قارون قال: إنما أوتيته على علم عندي، فختف الله بي وبدار الأرض. فإياك يا عبد الله أن تبخل بالمال، وإياك أن تتكبر على مولاك وعلى خالقك سبحانه وتعالى. فقد أهلك الله أمما، وقد عذب الله طوائف شتى، وقسم الله ظهور الجبابرة والأكاسرة، وكثيرا ممن بغوا وظلموا وهتكوا وأخذوا المال من غير حله ودخلوا به. أنت إذا أعطاك الله، إذا رزقك الله مالا فلا
تبخل به على غيرك من الناس، حتى يكون عندنا تكافل وتعاطف وتراحم اجتماعي وأخوي، لأننا مسلمون. هكذا سمنا الله عز وجل المسلم، أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. المسلم للمسلم كالبنان أو كالبنيان، يشد بعضه بعضا. أما نحن اليوم حالنا، نسأل الله أن يعفو عنا وأن يلطف بنا. والله حالنا اليوم لا يسر. لماذا؟ لأنك تجد كثيرا من المسلمين اليوم ممن هو مسلم وينطق بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه يحمل من الغل ومن الكذب ومن الغدر ومن الحقد ومن الحسد على جاره وعلى صاحبه وعلى أخيه المسلم ما لا يعلم به إلا الله. أين نحن من كتاب الله؟ أين نحن من تعاليم الله وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لماذا يا عباد الله؟ على ماذا؟ ما هو الذي أصابنا؟ لماذا بعض الناس لا يرتاح لجاره إذا من الله عليه بمال وينصحه ويتمنى له الخير؟ وإنما يتمنى بعض الناس هكذا حاله، يتمنى لجاره الهلاك والنكال والفقر المدقع، يتمنى لو تخرب بيته أو ينتهي ماله أو ترمل نعم نساؤه ويتم أطفاله. لماذا أخي الكريم؟ ينبغي أن تؤمن بالله حق الإيمان. لا يؤمن أحدكم حتى يحب الأخي ما يحب لنفسه. أين نحن من هذا؟ وأين نحن من تعاليم الله عز وجل؟ فلا فلاح لنا ولا نجاح ولا صلاح إلا أن نكون إخوة فعلا كما يريد الله سبحانه وتعالى، وأن نخرج الغل والحسد والبغضاء والطمع والجشع والهلع من قلوبنا، وأن نعمل الآخرة فهي دارنا الحقيقية، وما هذه الدنيا إلا دار ممر والآخرة هي دار المقر. أسأل الله سبحانه وتعالى باسمه الأعظم وهو يرى مكاننا ويسمع كلامنا ولا يخفى عليه منا شيء، أن يجعل كل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم. اللهم انفعنا بما سمعنا وما قلنا، اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك الصالحين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين واخذل من خذل المسلمين، اللهم احفظ اليمن وسائر بلاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين. اللهم اصرف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، احفظنا من كل سوء وبلاء ومكروه. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين أن تشفي أمراض المسلمين وأن ترحم أموات المسلمين. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وأحسن خلاصنا وفك أسرنا وثبتنا على دينك حتى نلقاك يا رب العالمين. والحمد لله.